السلام عليكم. دلوقتي هنشوف نوع من انواع البارامتر اللي هو يس اور نو. ممكن يكون عندي كذا اوبشن، وكل اوبشن فيهم مرتبط بحاجه تظهر وحاجه تانية تختفي. فهاجي هنا وابدا اعرف البارامتر بتاعي نيو بارامتر، اقول مثلا البارامتر ده اوبشن 1 واخلي ده نوعه مثلا يس اور نو. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل اوبشن 2، وده نوعه yes or no بالشكل دوت، واقول له option 3 yes or no، وتقدر بقى تضيف زي ما انت عايز. طيب اوكي، طيب هضيف بقى بارامتر تاني هو اللي هيتحدد على اساسه اني اوبشن. فاقول له مثلا ايه الهاند، مثلا عايز تختار من هنا النوع، ممكن تختار بقى تكست او انتجر مش فارقه. واقول له اوكي، واقول له بقى هنا الاير هاند يونت بتساوي 1. يعني ايه؟ يعني لما ده يبقى 1 تختار اوبشن 1، لما ده يبقى ب2 تختار اوبشن 2، تمام. فانت ما دام النتيجه مش موجوده خلاص هتلاقيه بصفر. طيب لو جيت هنا وقلت له 1 وانتر هتلاقيه يعلم على اوبشن 1. طب لو قلت له 2 اوبشن 2، لو قلت له 3 اوبشن 3، وهكذا. ده بارامتر ممكن تستخدمه في ان انت مثلا تغير المعلومات او كده، او مثلا تقول له لما يكون على حسب المكنه اللي احنا هنختارها من هنا يبقى فيها قيمه معينه على اساسها تبدا تحدد القيم، هل هتبقى مفعله ولا لا، هل الحاجات دي هتظهر ولا لا، تمام. ممكن مثلا تعمل سيلكت على العنصر ده مثلا وتيجي هنا في الفيزابيلتي وتربطه باوبشن معين، بحيث لما نختار رقم معين مثلا كميه سي في ام معينه او رقم معين على اساسه يروح اوتوماتيك مختار اوبشن 1، وتلاقي حاجات اختفت وظهرت معاك في المشروع.